الفنانة بطلة حلقتنا النهارده هي سميحة سميح، اعتنقت الإسلام وأشهرت إسلامها وقتلها جارها، لأ ومش بس كده ده اختصب جثمانها وادعي إنها جاسوسة، النهارده هنكشف حقايق مثيرة جدا عن الفنانة سميحة سميح اللي عاشت وماتت مظلومة زي ما قالوا، الفنانة سميحة سميح هي من فنانات الزمن الفن الجميل بتتمتع بجمال عالي جدا وكانت بتهتم بمجال الأزياء ودخلت عالم الفن عن طريق الصدفة عاشت مأساه في حياتها ورحلت بمأساه كمان واكتشفها المخرج محمد كريم رائد السينما المصرية قدمت دور البطولة المطلقة بطولة طبعا دي كانت بطولة نسائية كان قليل جدا اللي كان بيحصل علي دور البطولة النسائية في الوقت ده كان أول عمل ليها كان فيلم يوم سعيد أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وأشهرت إسلامها وقتلها جارها هنعرف تفاصيل النهاردة كتيرة جدا عن نهاية الفنانة سميحة سميح في التقرير اللي معانا ده وكمان هنقول حاجات لأول مرة هنعرضها عن حياتها في كتير مننا ما يعرفش الفنانة سميحة سميح هي فنانة مصرية من أصل يوناني من مواليد مدينة المنصورة وملهاش إخوات عاشت للفن من وهي صغيرة وكانت بتعشقه وبتتمتع بقدر من الثقافة عالية جدا كانت طبعا بتتقن عدد من اللغات زي الإنجليزية والفرنسية وكمان الإيطالية وتعلمت في أرقى مدارس أجنبية في مصر هي طبعا والدها كان بيهتم بتعليمها جدا وكان بيهتم بيها وكان حلم حياتها انها تصبح راقصه باليه ودرست فنون العزف علي اله الكمان وكمان احترفت الباليه وكان دايما والدها بياخدها علشان تتفرج علي الأفلام افلام السينما في سينما المنصوره وخصوصا انها البنت الوحيدة وكانت مدلعة جدا ودخلت مجال التمثيل عن طريق الصدفة ازاي لما كانت بتشاهد فيلم يحيى الحب بطولة محمد عبد الوهاب وليلى مراد وزوزو ماضي وطبعا عبد الوارث عصر وكان من اخراج محمد كريم واكتشفها رائد السينما المصرية المخرج محمد كريم أول ممثل سينمائي مصري واللي أخرج أول فيلم بطريقة سينما سكوب وهو فيلم الدليلة بطولة عبد الحليم حافظ ولما شافها في أحد الأفلام فيلم محمد عبد الوهاب في المنصورة ووعد بأنها هيظهرها وإنها كانت هتبقي ممثلة هيقدمها ممثلة مشهورة جدا وكان عندها شغف وحب وجنون للظهور داخل السينما المصريه ورشحها محمد كريم ووعد لأول مره انها هتطلع دور بطوله في السينما المصريه في فيلم يوم سعيد امام الموسيقار موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومش بس كده ده كمان وعدها انها هتطلع دور بطوله مطلقه في احد اعماله اللي هو زي ما احنا ما قلنا يوم سعيد امام محمد عبد الوهاب ودربها على التمثيل وكمان آه وعدها بانها هتكون نجمة مشهورة وفعلا شاركت في عدد كبير جدا من الادوار بس كان ادوار سنوية زي دور في فيلم العريس الخامس مع اسيا داغر وحسين صدقي وعباس فارس وفيلم امينه وصرخة صرخه في الليل مع فريد الاطرش ورجاء عبده وفاخر فاخر وكمان بدر لما الفنانه سميحه سميح قالوا عنها انها تصبح نجمه مشهوره وفعلا مثلت امام النجوم نجوم مشهورين جدا وقال عنها الفنان محمد عبد الوهاب في أحد لقاءاته إنه دور البطولة النسائية كانت أمامه في فيلم يوم سعيد كانت ممثلة طيبة جدا وإنسانة طموحة وفتاة شيك وبنت ناس كمان وعلى خلق وأخلاقها عالية جدا وبعد كده نشأت بالنسبه لحياتها الشخصيه نشأت قصه حب بينها وبين مساعد مصور فيلم العريس الخامس وبعد انتهاء من التصوير اعتذرت عن العديد من الاعمال الفنيه وقررت في الوقت ده انها تعتزل التمثيل واشهرت اسلامها واعلنته وكمان اعلنت خطوبتها بشكل رسمي ولما راحت المنصوره انتهت حياتها بشكل ماساوي وجدوها جثة هامدة في بيتها نتيجة إطلاق ناري من مجهول وأودى بحياتها وتوفت الفنانة سميحة سميح سنة 1942 وأما بالنسبة للمأساة اللي حصلت دي قالوا إن جارها كان شاب في نفس الحي وكان بيحبها جدا وكان بيحبها بس كان حب من طرف واحد وقرر إنها ينتقم منها بعد إعلان خطوبتها وقام فعلا باغتصابها في الاول وبعد كده ضربها بمسدس الخاص به وادعى انها جاسوسه لانها كانت بتنتمي لعائله يهوديه او اصولها يهوديه وبالفعل تم اغلاق القضيه ضد مجهول على يد جماعه من اليهود وطبعا بكده انتهت حياه الفنانه سميحه سميحة على يد مجهول وقيل انها جاسوسه وتم انتهاء واغلاق القضيه بتهمه اغتيالها على يد جماعه يهوديه وعاشت في ماساه وماتت بماساه كمان الفنانه سميحه سميح شفناها في ادوارها كلها كانت ادوار ممتعه جدا هي فنانة من فنانات زمن الفن الجميل اللي شفناها في اعمالها ليها اعمال كتير جدا وكانت بتظهر فيها في معظمنا ما كانش يعرف انها فنانة من اصول يهوديه وبعد ما عرفت انها فنانة من اصول يهوديه اتقال انها جاسوسه وانتهت حياتها بمأساة زي ما احنا ما شفنا وظلموها حيه وميته بكده نكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن الفنانة سميحة سميح طبعا هي محدش يعرف تفاصيل حياتها لأول لا مرة بنعرض معانا قصة حياتها ومأساتها وطبعا كان ده الفيديو اللي معانا عن قصة حياة سميحة سميح وهنتكلم في جزء تاني عن تفاصيل تانية في حياتها أكتر وبرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تدعموني بلايك وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكم كل جديد وحصري من القناة وكمان ما تنسوش تكتبولي في الكومنتات تحت الفيديو تقولولي مين الفنان أو الفنانه اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الفيديو القادم وبشكر حضراتكم على تعليقاتكم الجميلة وعلى دعمكم المستمر لينا في القناة جزاكم الله عنا كل خير وكمان بحب أشكر حضراتكم على التعليقات اللي بتجيلي وعلى الحاجات الجميلة اللي إنتوا بتبعتوها أنا بجد بشكر حضراتكم على التعليقات الحلوة دي وطبعا ده أقل مجهود عن السيرة الذاتية أو قصة حياة الفنانين اللي بنتكلم عنهم وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده دمتم في رعايه الله وامنه